عبد الرحمن عماد النحاس. عبد الرحمن عماد النحاس ده نجل الكابتن عماد النحاس، ايضا موجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في فريق 2006. هنروح بقى نطمن على ضياء وحيد، يعني ضياء وحيد اخو محمود وحيد، اللي منبارك لمحمود وحيد اولا على الاداء الرائع امام كانو سبورت وعلى المستويات اللي بيقدمها في الوقت اللي بيطلب يكون موجود فيه مع النادي الاهلي. ضياء وحيد لاعب مميز داخل 2000، فريق 2000 كان تعرض لاصابه قويه في المران دون ان يشترك معه احد، كان حصل يعني في الركبه جزع او حصل تعرض وهو في التدريب التحام مع احد الاشخاص، فكان حصل له قطع في الرباط الصليبي، كان الدكتور عمل فحوصات ورنين مغناطيسي اكدت الاصابه، واجرى ضياء وحيد العمليه الجراحيه، وكان محمود وحيد عنده، وكنا احنا برضو موجودين معاه هنا في برنامج الاشبال. بنتمنى له ان شاء الله يعني الشفاء العاجل ويرجع تاني الملعب. ضياء وحيد من اللاعبين المميزين داخل فريق 2000، ونتمنى له ان شاء الله يعني سرعه العوده للملعب.